جنوب أفريقيا، وفي التلال القريبة خارج مدينة جوهانسبرغ، يعمل هؤلاء الموظفون في مصنع لإنتاج النظائر المشعة الطبية وعلى تحضير المولبدنم لكي يتم نقله إلى المملكة المتحدة، حيث سيستخدم في المستشفيات في شكل تكنيسيوم 99 باعتباره وسيلة تشخيصية تساعد على إنقاذ حياة الناس. بعيدا وعلى مسافة تمتد أكثر من 15,000 كيلومتر في السهول الشمالية من كندا، يوشك النهار أن ينتهي. هناك عند نهر ماك آرثر تجري أكبر العمليات لتعدين اليورانيوم في العالم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. هذا اليورانيوم الخام هو المادة الأولية للوقود المستخدم في محطات القوى النووية، والتي تولد الكهرباء من أجل تلبية احتياجات العالم المتناوية دائما للطاقة. على مسافة تبعد 13,000 كيلومتر غربا تقع جزيرة سنغافورة. الوقت هنا عصرا، إنه أشد المواني حركة في العالم. من هنا تقوم شركة يقع مركزها في ماليزيا المجاورة بشحن مصادر مشعة بواسطة السفن إلى أستراليا. هذه المصادر سوف تستخدم في عمليات التحقق من سلامة خطوط أنابيب النفط والغاز الدولية. هذا الفيلم المصور يروي قصة كيفية نقل هذه المواد المشعة إلى جميع أنحاء العالم، وكيفية التزامها الوثيق بتطبيق تنظيمات الهيئات الرقابية الوطنية المدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يضمن أن عملية النقل تشمل ثلاثة أمور: الأمان والأمن والاستمرارية. المولبدنم المصنع هنا في جنوب أفريقيا هو مادة مشعة تضمحل في بعض من أشكالها في غضون ساعات قليلة لتتحول إلى تكنيسيوم 99، وهو مادة تستعمل كنظير اختفائي مشع لتشخيص القصور الوظيفي للأعضاء في الجسم البشري. هذه المادة توضع في أوعية شديدة التدريع لمنع تعرض العاملين والمعالجين والجمهور للإشاعات. طرود المواد المشعة تصمم باتباع ما يسمى النهج المتدرج، أي أن درجة صلابة الحيوية تزداد تبعا لدرجة الخطورة الناتجة عن المادة المعنية. هذه الحاوية هي أشبه بالدمية الروسية ماتريوشكا، حيث نشاهد في هذه الحالة أن كل حاوية توضع في حاوية أخرى، والتي هي بدورها أيضا تقبع داخل حاوية أخرى. وبسبب العمر النصفي القصير الذي يتسم به المولبدنم، لا يمكن السماح بحدوث إعاقات ولا حالات تأخير في مسار رحلة هذه المادة. ها هي الساعة تدق الآن إذانا بالانطلاق. هنا وعلى عمق 640 مترا تحت سطح الأرض عند نهر ماك آرثر في منطقة ساسكاتشوان، تجري عملية حفر وتجويف لاستخراج أكوام من ركازة اليورانيوم الخام. هذه الأكوام تخلط بالماء لكي تصبح طيناً يضخ بعد ذلك إلى سطح الأرض. بعد ذلك تبدأ رحلة الطين الطويلة على الطرق البرية إلى سلسلة من محطات المعالجة والتجهيز، حيث سيكرر ويخصب ليتشكل منه في نهاية المطاف اليورانيوم على شكل أقراص. ثم توضع هذه الأقراص في قضبان الوقود لتكون جاهزة لاستعمال في محطات القوى النووية. وقد حاز هذا المنجم في عام 2003 على شهادة اعتماد لاستيفائه المعايير الدولية المطبقة، وهو يعد واحدا من عدد محدود جدا من المواقع في العالم التي يمكن أن يستخرج فيها اليورانيوم بكلفة اقتصادية مقبولة.
في ضاحية عاصمة ماليزيا كوالالمبور، تقدم هذه المنشأة خدماتها لشركات زبائنها الموزعين في جميع أنحاء ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وكوريا وأستراليا، وهي توفر مصادر المشعة التي تستعمل للمسح داخل أنابيب النفط PIGS، لفحص خطوط أنابيب الغاز والنفط وكشف ما قد يكون فيها من عيوب وتشققات، وهو عمل يساعد على صون أمن الإمداد بموارد الطاقة في كل أنحاء جنوب شرق آسيا. اليوم يقوم هؤلاء العاملون بتحضير 4 من هذه المصادر المشعة لكي تنقل برا في عبوات مجمعة إلى شركة شحن في سنغافورة، وهنا سوف توضع هذه المصادر في حاوية شحن جاهزة لتحميلها على متن سفينة متجهة إلى أستراليا، حيث ستوضع هذه المادة الاقتفائية قيد الاستعمال. لا بد من فحص طرود المواد المشعة للتحقق من نشاطها الإشعاعي قبل شحنها، ويجرى هذا الفحص للتأكد من أن معدل الجرعة الإشعاعية على سطح الطرد هو ضمن الحدود المفروضة من جانب السلطات الرقابية، وللتحقق من عدم وجود أي تلوث سطحي عرضي، وهذا يساعد على ضمان سلامة حاملي البضائع المشحونة. المواد المشعة باتت الآن في حالة حركة تنقل متواصلة حول العالم يوميا على مدار 24 ساعة في اليوم من كل أيام الأسبوع طيلة 365 يوما في السنة. ومع أن الجمهور في العالم يميل إلى التركيز انتباهه على نقل الوقود النووي وبخاصة الوقود المستنفذ، فالواقع هو أن حركة هذه المواد لا تكاد نسبتها تتجاوز 5% من مجموع شحنات المواد المشعة. في كل عام ينقل روتينيا ما مقداره 20 مليون طرد بواسطة البر أو بواسطة السكك الحديدية أو عن طريق البحر أو عبر الجو. هذه البضائع تصنف ضمن فئات البضائع الخطرة من قبل الأمم المتحدة التي تصدر لوائح تنظيمية رقابية لمنع وقوع أي أذى للناس أو للممتلكات أو للبيئة بسبب هذه البضائع أيا كانت طبيعتها، ولا يسمح بأي عملية نقل لهذه المواد إلا من خلال التقيد الصارم بهذه الأنظمة الرقابية. وتصنف الأمم المتحدة المواد المشعة في فئة البضائع الخطرة ويرمز لها بالصنف رقم 7. عودة إلى المنشأة في كوالالمبور، المصادر يجري تحميلها في شكل عبوة مجمعة، والتي سوف تحمل هي ذاتها في حاوية شحن من أجل الانطلاق في الرحلة البحرية إلى أستراليا. إن الضمانة الرئيسية للأمان في نقل المواد المشعة تكمن في التعبئة والتغليف، ومثل الحاوية الخاصة التي شاهدناها من قبل، هذه الحاوية مصممة وفقا للأنظمة الرقابية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أنظمة رقابية توضع بالتشاور والتوثيق مع الدول الأعضاء في الوكالة. إن كل أنواع الحاويات تختبر من أجل التأكد من تحملها للحرائق والصدمات والبلل والضغط والحرارة والبرودة. وكما تختلف كثيرا درجة الخطورة الناتجة عن نقل أصناف مختلفة من المواد، كذلك تختلف طريقة تعبئتها وتغليفها. ولا بد من وضع علامة الوريقات الثلاث الرمزية الدالة على الإشعاعات على كل أنواع التعبئة والتغليف المستخدمة، وكذلك واسمها بالرقم الذي خصصته الأمم المتحدة لكل مادة. نوع الملصق يعطي مؤشر عن المجال الإشعاعي القريب من الطرد، وهو يستخدم لأهداف الأمان والأمن. في الجانب الآخر من العالم، مرة أخرى في جنوب أفريقيا، تصل شاحنة مغلقة لكي تأخذ الملبيدو المدرع داخل الطرود إلى مطار جوهانسبرغ، والطرود كانت قد ختمت من قبل منع العبث بها. الآن وكما هو المفروض عالميا، يجب أن تكون هذه الشاحنات موسومة بعناية بشارات تدل بدقة على ما تحمله.
مركبات النقل البري يجب أن تلصق عليها إشارات الإشعاع على كلا جانبي المركبة وفي مؤخرتها، حيث تحمل رمز الوريقات الثلاث ورمز الصنف رقم 7 الصادر عن الأمم المتحدة، وهذا يدل أن المركبة محملة بمادة مشعة. إن حركة نقل المواد المشعة تخضع بصرامة للأنظمة الرقابية الصادرة عن دائرة في الأمم المتحدة تعرف بأنها الرقيب النووي، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرها في فيينا، والأنظمة الرقابية الصادرة عنها تحدث باستمرار، وخصوصا لوائح النقل الأمن للمواد المشعة والتي نشرت لأول مرة عام 1961. هذه اللوائح قد اعتمدت على نطاق واسع من جانب الهيئات الرقابية الوطنية في جميع بلدان العالم قاطبة، ومن قبل منظمات متخصصة بوسائط النقل مثل منظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي. وتندرج هذه المتطلبات أيضا ضمن الكتاب البرتقالي الصادر عن الأمم المتحدة بعنوان اللوائح النموذجية لنقل البضائع الخطرة. تساعد التوجيهات التي تنشرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء على تنفيذ المتطلبات المصنفة في اللوائح الرقابية المتعلقة بالنقل الآمن للمواد المشعة. تنفيذ هذه المتطلبات تضمن وقاية الأشخاص المعنيين في نقل هذه المواد من الإشعاعات، وكذلك جميع أفراد الجمهور والبيئة وعموما على طول المسارات التي ننقل عبرها هذه البضائع. وهي متطلبات تشمل كل جوانب عمليات النقل بما فيها الملصقات والمستندات اللازمة وغير ذلك، وكذلك تتضمن حدود معدلات الجرعة وحدود النشاط الإشعاعي لكل طرد من الطرود. هذه المتطلبات تتطلب أيضا وضع وتأسيس برامج الوقاية من الإشعاعات وتوفير التدريب للعاملين وتصميم أشكال الطرود واختبارها. بطبيعة الحال فإن أمن وأمان حركة نقل المواد المشعة وتأمينها تتعلق بالناس أنفسهم. إن اعتماد المركزية في تطبيق المعايير من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية يساعد على ضمان بلوغ مستوى متناسق في فهم المخاطر التي تنبثق عن هذه المواد في العالم. والأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المواد هم مدربون على معرفة الأخطار التي تنشأ عند التعامل مع هذه المواد، وعلى معرفة بالتدابير الاحتياطية التي يجب اتخاذها، وكذلك على معرفة بكيفية التصدي لحالات الطوارئ. وقد بينت دراسة استقصائية حديثة العهد أن أكثر العاملين في مجال نقل المواد المشعة إنما يتعرضون لإشعاعات الخلفية الطبيعية بدرجة أعلى مما يتعرضون لها خلال عملهم الاعتيادي في هذا المجال. هذا مرده إلى المستوى العالمي في التنظيم الرقابي المطبق ومستوى التدريب العالي للعاملين، وبالتالي أصبح سجل الأمان الخاص بنقل المواد المشعة في وضع جيد الآن أكثر من قبل. عندما تستكمل الإجراءات المكتبية اللازمة في جنوب أفريقيا، حين ذاك يسمح لهذه الإمدادات الطبية العاجلة بالمغادرة إلى مطار جوهانسبرغ الدولي. لاحظوا الإقرار بالموافقة الذي يسجله مسؤول الوقاية من الإشعاعات. وإن لم يكن ذلك مطلوبا بمقتضى اللوائح، ولكن كإجراء احتياطي أمني إضافي، تواكب هذه الشحنة المنقولة مرافقة مسلحة طيلة الطريق إلى المطار. إن تتبع مسار كل شحنة مرسلة من الشاحنات بمفردها عملية شديدة الدقة والإحكام، وذلك لأنه يتعين على المرسل والمرسل إليه ومناول الشحن وشركة النقل أن يحرصوا مجتمعين أنه في كل مرة تنقل فيها حاوية مواد مشعة من سفينة إلى قطار ومن شاحنة إلى طائرة في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان في العالم، على أن يتم تسجيل مسار تقدمها أثناء رحلتها في نظام حاسوبي لتتبع المسارات. وهذا يعني أنه لا يمكن أبدا في أي مرة
أن تصبح الشحنة المرسلة غير محصورة. شاحنة مماثلة تحمل المصادر من كوالالمبور تصل إلى موقع الشركة لمناولة الشحن في سنغافورة، حيث ستوضع العبوة المجمعة داخل حاوية شحن قبل ذهابها إلى أرصفة المرفأ. رجوعا إلى منطقة نهر ماك آرثر، خام اليورانيوم في طريق نقله إلى منطقة كي ليك حيث سيطحن هناك. يبلغ طول الطريق الواصل بين المصنعين 78 كيلو مترا، ويمتد عبر منطقة ذات تضاريس وعرة وقاسية في الشتاء، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر. ولا يعتبر من المشاهد غير المألوفة هناك أن يرى سائقون الشاحنات أثناء رحلاتهم اليومية دببة تحوم هنا وهناك. لكن الطريق الذي تبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد منه مليون دولار كندي يتمثل لمعايير إنشاء الطرق التي وضعت خصيصا لطريق عام سريع ثانوي إقليمي حكومي. يجدر القول بأن الغبار الذي تثيره الشاحنة عرضا على الطريق ليس غبارا إشعاعيا بطبيعة الحال، وهناك فريق صيانة متفرغ يعمل طيلة الوقت للحفاظ على الطريق في حالة ملائمة من الدرجة الأولى، وفي كل نقطة من مسار عملية النقل يتم الحرص على تقليل المخاطر إلى أدنى حد، والتي يحتمل التي يتعرض لها العاملون في مناولة الشحنات والجمهور والبيئة. ولأسباب تتعلق بجانبي الأمن والأمان على حد سواء، يتلقى سائقو هذه المركبات تدريبا خاصا ويتقيدون بالعديد من عمليات الدقيق على الطريق. في هذه الرحلة المعينة يبلغ السائقون عن تقدمهم في مسارهم كل 10 كيلومترات عند مرورهم بمعلم يحمل إشارة خاصة بذلك، وهذا يعني أن كل مستخدمي الطريق يعلمون في أي وقت من الأوقات أماكن تواجد جميع الشاحنات. هناك في سنغافورة تحفظ حاوية المصادر الأربعة القادمة من كوالالمبور وتربط بسلاسل فولاذية ذات أقفال تثبت بالأسمنت المسلح داخل مجمع آمن، والذي هو بحد ذاته مقفل في انتظار نقلها ثانيا إلى أرصفة الميناء. التدابير الأمنية هنا مشددة، وجهاز الإنذار الموجود موصل مباشرة بالشرطة المحلية. كما في هذه الحالة نشاهدها كثيرا ما تتولى نقل المواد المشعة شركات متخصصة في نقل البضائع الخطرة، وهي شركات لديها موظفون مدربون على مستوى عال ويعملون في منشآت مثل هذه فيها مرافق تخزين مأمونة وآمنة. في هذه الأثناء يصل إلى مطار جوهانسبرغ الدولي طرد من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العاملون في مناولة بضائع الشحن مدربون على معالجة مثل هذه الطرق، وهم يدركون أنها لا تشكل أي خطر عليهم، ولكن بشرط أن يقوموا بالتعامل معها بالشكل المناسب. هنا في المطار يحفظ الطرد في خزانة مأمونة مخصصة للمواد المشعة إلى حين تحميلها على متن طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة. كثيرا ما توضع حمولات المواد المشعة في مخازن الأمتعة والطرود على متن الطائرات الركاب، ولكن منظمة الطيران المدني الدولي تنظم رقابيا نقل هذه الطرود.
في مصنع كي ليك شمال كندا، وصلت الشاحنة التي تحمل طين اليورانيوم بعد أن استكملت طريق رحلتها البالغ 78 كيلو مترا، وتسير مباشرة إلى عنبر التفريغ. تستعمل آلات التصوير بالفيديو لمراقبة وتسيير عملية ضخ الطين عبر الأنابيب إلى الصمامات الكروية، وهذا يعني أنه لا يضطر أي إنسان إلى الاقتراب من تلك الحمولة في أي موضع، فعملية التفريغ هي آلية كلية. في مطار هيثرو بلندن هبطت للتو الطائرة التي تحمل على متنها المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المرسلة من جوهانسبرغ. إن مطار هيثرو من أكثر المطارات الدولية حركة في العالم، ولذلك تجري فيه يوميا مناولة أعداد كبيرة من طرود المواد المشعة، مما يعكس انتشار استعمال هذه المواد على نطاق واسع جدا. فقد أصبحت هذه المواد موجودة في كل مكان ومجال، من الطب إلى الزراعة، ومن البحوث إلى التصنيع والصناعة عموما. إن مكونا ضئيلا جدا من مادة مشعة يعد الآن جزءا أساسيا من أجهزة كشف الدخان الموجودة في عشرات الملايين من البيوت في جميع أنحاء العالم. كما أن المواد المشعة تستعمل في كثير من المصابيح الكهربائية، ومن أجل تعقيم الأغذية، ولغرض قياس سماكة الورق، ومن أجل معالجة السرطان، كما أنها تستخدم في مجالات أكثر بكثير من أن تحصى في هذا الموضع. من الطائرة على أرض المطار يؤخذ طرد المستحضر الصيدلاني المشع إلى مستودع شحن، حيث سيحفظ حين وصول شاحنة لتحمله إلى بلدة أمرشام، والتي تقع على بعد مسافة 30 كيلو مترا إلى الشمال الغربي من مطار هيثرو. وهناك سوف تحضر في شكل المنتج الذي سيوزع على المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. في غضون ساعات قطع هذا المستحضر مسافة تمتد لأكثر من 9000 كيلو متر، لأن المصنع خارج جوهانسبرغ هو واحد من قلة المصانع التي لا تتجاوز عدد الأصابع اليد الواحدة في العالم، والتي تنتج هذه الأداة التشخيصية الحيوية. الآن وقد أصبحت هذه المادة المشعة في حوزة آمنة مغلقا عليها داخل حجيرة في مستودع مخصص لهذا الغرض بالقفل والمفتاح، ما هي إلا ساعة على بقائها هناك حتى ترسل ثانية إلى وجهتها التالية. هنا في مصنع كي ليك يعالج طين اليورانيوم ويجهز عبر سلوكه سلسلة من الخزانات تؤدي إلى إنتاج الكعكة الصفراء، وهي عبارة عن مسحوق من بودرة اليورانيوم المركز. هذه الكعكة الصفراء تغادر هذا المصنع داخل براميل. تملأ البراميل بنظام آلي، ثم تفحص وتؤخذ عينات منها وتوسم بلصائق العلامات المميزة، ثم تحمل على شاحنة ويتم السير بها في رحلة عبر كندا إلى مصنع معالجة وتجهيز آخر في منطقة بلايند ريفر بأونتاريو. يوجد حوالي 435 مفعلا قوى نووية في 30 بلدا، ولكن عدد قليل جدا من البلدان يتوفر فيها مكان خزن جيولوجي لرواسب مادة اليورانيوم المتاحة للتعدين. فإذا كان المراد أن تستمر محطات القوى النووية في توفير الطاقة التي تكثر حاجة إليها، فإن نقل المواد النووية يعد عاملا أساسيا. لا بد من القول مجددا بأن هذه المواد توسم بعناية دقيقة جدا بلصاق العلامات المميزة،
تكدس هذه البراميل دائما على ظهر المقطورة ولا توضع أبدا بعضها فوق بعض، وتربط مع بعضها البعض برباط فولاذي متين. تثبت عوارض خشبية بالمسامير على ظهر المقطورة حرصا على عدم تحرك البراميل طيلة الرحلة الطويلة. عودة إلى سنغافورة، يجري تحميل مواد اختفاء الأثر الصناعية داخل حاوية شحن لكي تنقل إلى الميناء الذي يقع في الطرف الجنوبي من الجزيرة. قدر كبير من العناية يتوخى لتأمين وضعية العبوة المجمعة داخل حاوية الشحن. في المملكة المتحدة في بلدة أميرشام يصل المصدر المعبأ في جوهانسبرغ من مستودع الشحن في مطار هيثرو. هنا أيضا ينبغي القيام ببعض عمليات المعالجة الإضافية لتجهيز المنتج وإرساله بعد ذلك إلى المستشفيات. إن المولبيدنم المنتج المرسل من جوهانسبرغ له عمر نصفي يدوم 66 ساعة، وهو وقت يكفي للرحلة من جنوب أفريقيا إلى هنا ما دام لا يوجد أي حالات تأخر. وأما ناتج إضمحلال المولبدنم فهو التكنيسيوم 99 وعمره النصفي لا يدوم سوى 6 ساعات فقط، وهذا يجعله ملائما على وجه الخصوص لكي يتم حقنه داخل الجسم البشري من قبل الأطباء الذي يشخصون حالات القصور الوظيفي للأعضاء الحيوية، لأنه يصبح مادة غير مؤذية في غضون هذا الوقت القصير. والتكنيسيوم 99 الذي يعبأ هنا هو المنتج الذي يستخرج من هذه المولدات، وهذا المصنع يرسل 1000 وحدة من هذا المنتج أسبوعيا. في مرفق التحويل في بورت هوب على ضفة بحيرة ليك أونتاريو تصل شاحنات من مصنع التكرير في منطقة بلايند ريفر، المعدن الخام الذي تم تعدينه في المصنع الواقع في منطقة ماك آرثر ريفر. تمت معالجته وتكريره وتجهيزه الآن ليقترب من نهاية رحلته، حيث يمكن تحويله إلى أقراص للوقود النووي. في ميناء سنغافورة هذه هي حاوية الشحن التي تحمل في داخلها العبوة المجمعة التي تحتوي هي ذاتها على عبوات مواد اختفاء الأثر الصناعية القادمة من كوالالمبور. ترسو على رصيف المرفأ وهي جاهزة لإنسال حمولتها على متن السفينة المتوجهة إلى أستراليا. إن حاويات الشحن التي تحتوي على مواد مشعة هي آخر الحاويات التي تحمل على متن السفينة، وتثبت حاويات الشحن بالسفن بواسطة نظام إغلاق آلي يحمي وضعية الحاويات، بحيث تدخل 4 مسامير مركبة على سطح السفينة في العروات الأربع الموجودة في زوايا الحاوية، وعند إنزال الحاوية إلى موضعها يشد الزنبرك الخاص الموجود في المسامير الأربعة ليصبح في وضعية الإغلاق. لازلنا هنا في بورت هوب. وصل اليورانيوم إلى هنا من مرفق التحويل إلى مرفق تصنيع الوقود، حيث سيحول إلى أقراص لإدراجها لاحقا في مجمعات قضبان الوقود. في هذا الشكل النقي جدا تكون درجة إشعاعاته ضئيلة ويمكن إهمالها، والحاجة الرئيسية هنا هي للنظافة. هذه المجمعات من قضبان الوقود تبقى في صميم الطاقة النووية. إن قرص يورانيوم واحد بطول حوالي 20 مليمترا
يكافئ الطاقة التي ينتجها 807 كيلو جرام من الفحم، أو 677 لترا من النفط، أو 476 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي. حوالي 8 أقراص من اليورانيوم يمكن أن تزود منزلا متوسطا بما يكفيه من الكهرباء طيلة عام كامل. يصل مولد تكنيسيوم إلى مستشفى في إنجلترا. يرافق موظف الأمن التابع للمستشفى سائق التسليم إلى قسم الطب النووي، وهي آخر مرحلة في سلسلة إجراءات حصر وتسجيل المواد المشعة، حيث كانت قد بدأت في نقطة التصنيع في جنوب أفريقيا، وها هو التكنيسيوم يسجل في سجل المستشفى. في بيئة خاضعة كليا للتحكم والمراقبة، يستطيع الآن الموظفون المختصون أن يحضروا التكنيسيوم لاستعماله مع أحد المرضى. وهكذا لكي تصل هذه المواد المشعة المختلفة الثلاث إلى نهاية رحلة عبورها العالمية، فإن المتطلبات والإرشادات التوجيهية الخاصة بالنقل الآمن للمواد المشعة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا ما اتبعت بعناية، هي التي تضمن وصول هذه المنتجات إلى مستخدميها النهائيين بطريقة آمنة ومأمونة في وقتها. إن النظير الطبي المشع التكنيسيوم 99 ولدى حقنه داخل جسم إحدى المريضات، وبعد تصويرها بجهاز الجاما كاميرا يعطي رسوما تشخيصية واضحة تبين أي جزء من قلبها يؤدي وظيفته على نحو سليم وأي جزء ليس كذلك. أما عن مواد اختفاء الأثار الصناعية القادمة من كوالالمبور وقد شارفت رحلتها على النهاية، فسوف تستعمل للتحقق من سلامة خطوط أنابيب النفط والغاز المعدنية التي تزود الناس في أستراليا بمورد طاقة حيوي. وأما خام اليورانيوم المستخرج أصلا من عمق 640 مترا تحت سطح السهول الشمالية في كندا، فسوف يستعمل لإنتاج الضوء والحرارة في مدن وقرى جميع أنحاء ذلك البلد. وما كان يمكن أن يحدث ذلك لولا حركة نقل هذه البضائع على امتداد آلاف الكيلومترات. لكن قصتنا لا تنتهي هنا، لأننا نظرنا حتى الآن إلى نقل المواد المشعة من وجهة النظر التي تستعرض مسارها من بداية تصنيعها لغاية تسليمها لمستخدميها النهائيين. ومن المؤكد أن المواد المشعة تبقى حتى بعد استعمالها مواد مشعة، وتظل تعتبر بضائع خطرة، ولهذا تظل هذه المواد خاضعة للوائح التنظيمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النقل الآمن للمواد المشعة، حتى أثناء نقلها لغرض إعادة تدويرها أو من أجل وضعها في مرفق تخزين دائم للنفايات. هنا في فرنسا يجلب القطار مجمعات قضبان الوقود المستهلك من محطة قوى نووية إلى فسحة جانبية آمنة ومخصصة عند السكك الحديدية، حيث يتم إنزالها من القطار لتوضع على شاحنة وتنقل براً إلى وحدة لإعادة المعالجة على مقربة من محطة السكك الحديدية. الوقود المستهلك معبأً في براميل واقية مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وزن كل وحدة منها قد يبلغ حوالي 100 طن. هذه البراميل تبقى محفوظة داخل أغلفة خارجية مركبة على عربات القطار، وكل عربة منها موسومة برمز الوريقات الثلاث الدالة على الإشعاعات. داخل الفناء الآمن المخصص تسير العربات إلى داخل مبنى جيد الإضاءة مقاوم للظروف المناخية. للدخول إلى منطقة الإنزال هي مقيدة ولا يسمح للدخول إليها إلا للموظفين المدربين الذين يرتدون ألبسة واقية معتمدة. قد يبدو الموظفون كأنهم يعتمرون طاقيات لعبة البيسبول، لكنها في الواقع قبعات صلبة
مصممة بحسب اللوائح التنظيمية الخاصة. الأغلفة الخارجية المحمولة على عربة المقطورة الخارجية تسحب إلى الخلف لكشف البراميل. إنها مثبتة في مكانها بأربعة مبارم لولبية فولاذية عند كل زاوية من زواياها الأربعة، المقفلة داخل حاملة مركبة على كل مقطورة من عربات القطار. عند فتح أقفال هذه الحاملات تتحرك الرافعة لتركيز وضعيتها من فوقها. تزال ملصقات الورقات الثلاث من جوانب العربات عندما ترفع البراميل إلى الخارج. قبل استكمال إزالة ملصقات الورقات الثلاث، يبدأ أول إجراء من المساحات الاختبارية للتحقق من عدم وجود أي تلوث. عندما يظهر هذا الاختبار عدم وجود أي تلوث على الإطلاق، ترفع البراميل بعيداً عن العربة لكي تنزل على حامل التثبيت. عربة النقل البري هي شاحنة مخصصة مصممة لهذا الغرض، مركب عليها حاملة مماثلة لحاملة عربة القطار. ترتيب التحميل الآن يتم بعكس إجراء ترتيب التفريغ المتبع من قبل. تحمل الرافعة البراميل من حاملة التثبيت لإنزالها على الحاملة المركبة على الشاحنة، حيث يتم إجراء اختبار مسحي إضافي بشأن التلوث، وتقفل المبارم اللولبية على جسم الحاملة المركبة على متن الشاحنة. وإذا أثبت الاختبار المسحي عدم وجود أي دليل على التلوث، تسحب الأغلفة الخارجية على الشاحنة لتغطية البراميل، وتصبح الشاحنة جاهزة للمغادرة. أثناء هذه المرحلة النهائية، سيقوم السائقون باستكمال أوراق إجراءات التسليم والتسلم التي تنقل المسؤولية والمساءلة عن المصادر من القطار إلى الشاحنة. قبل أن تغادر سكة الحديد محطتها المخصصة، تجرى عمليات تحقق إضافية حرصاً على أن تكون البيانات المدونة على الطرود من خارجها ممتثلة للوائح التنظيمية الوطنية والدولية الخاصة بأمان نقل المواد المشعة. وأخيراً، بعد لصق علامات الورقات الثلاث، تغادر الشاحنة متجهة إلى وحدة معالجة النفايات المشعة. بعض مكونات الوقود المستنفذ سوف يعاد تدويره ثم يتنقل مجدداً لمرحلة أخرى من عمره الجديد، وبعدها سوف ينقل للمرة الأخيرة فقط إلى مرفق التخلص من النفايات العالية الإشعاع. إن المجتمع الحديث لا يمكنه أن يؤدي وظائفه من دون الاستفادة من المواد المشعة، بل إنه يستفيد منها استفادة هائلة. والنقل هو جزء لا يتجزأ من دورة عمر هذه المواد، ولذا فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال عملها مع هيئات دولية ووطنية أخرى بشأن الوسم بالعلامات الدالة والتوثيق اللازم وتصميم أشكال الطرود واختبارها، وبشأن حدود معدلات الجرعات الإشعاعية وحدود النشاط الإشعاعي، وبشأن متطلبات وضع برامج الوقاية من الإشعاعات وتوفير التدريب اللازم، إنما تساعد على كفالة نقل هذه البضائع الأحيوية على نحو مأذون به ومأمون وآمن ومستدام ودون منقطاع على مدار اليوم وكل يوم على مدى 365 يوما في السنة. وهذا هو ما يتطلبه العالم.